الشكر هو حصانة عن زوال تلك النعمة، هو سبب لبقائها والزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، فإذا هو سبب للزيادة للبقاء، إذا ما كنت في نعمة فرعها، إذا ما كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. إذا ما كنت في نعمة فرعها، كيف تراعيها؟ كيف تحافظ عليها؟ بالشكر. فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. نعم، فإذا هنا هذا سبب، عندما أمرنا بالأكل لأنها نعمة أن نأكل من الطيبات، أمرنا ودلنا على أن هذا الأكل وهذه النعمة تحتاج إلى حفظ وتحتاج إلى زيادة، الإنسان يحتاج، دلنا على أقرب وسيلة، وهي ماذا؟ أن نشكر الله سبحانه. واشكروا لله، كيف نشكر الله؟ كيف نشكر الله؟ نشكر الله بقولنا الحمد لله، نشكر الله بقولنا الحمد لله. فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ولم يجدها صلى الله عليه وسلم، بحثوا عنها فلم يجدوها، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن ردها الله علي لأشكرن الله، لئن ردها الله علي لأشكرن الله. فسمعه الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن رد الله تعالى عليه هذه الناقة الضائعة يشكرن الله سبحانه وتعالى. وما هي إلا أيام و يعني رجعت الناقة، أرجع الله تعالى إليه ناقته. فالصحابة ينتظروا عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشكر الله سبحانه وتعالى، ينتظروا الذبائح، ينتظروا وليمة، ينتظروا شيء، فما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أحدث شيئا، ما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم أحدث شيئا. فقالوا: يا رسول الله، قلت لئن ردها الله عليك لتشكرن الله، وما رأيناك أحدثت شيئا. قال: أولم أقل الحمد لله فذاك شكر الله، أولم أقل الحمد لله. فإذا فهنا الله سبحانه وتعالى علمنا أننا إذا طعمنا طعاما وإذا حصلنا على رزق، فتذكر أخي المسلم أن تحيط هذه النعمة بالشكر. فإذا أردت أن تحافظ على هذه النعمة، أي نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الرزق، نعمة السيارة، نعمة كذا، نعمة الصحة، وما أعظمها من نعمة، فاحمد الله عز وجل عليها، تحيطها بماذا؟ بالبقاء، وتحيطها بالزيادة والنماء. نعم،